السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم باستعراض المنتوجات الجديدة التي وصلتني من موقع بانغود، قد عمل لها مراجعة في باقي الحلقات إن شاء الله. كل ما عليكم إخواني الكرام إلا بمتابعة هذا الفيديو القصير. مرحبا بكم أحبتي في الله. المنتوج الأول هو عبارة عن سمارت واتش كما ستشاهدون، سنقوم بمراجعتها إن شاء الله في فيديو قادم كما ستشاهدون. إذن الآن سنمر إلى التعرف على المنتوج رقم 2 اللي هو عبارة عن حامل للميكروفون، سنقوم بتثبيته على مكتبنا ونقوم كذلك بمراجعته كما ستشاهدون، وسأترك لكم الروابط أسفل الفيديو. بالإضافة إلى المنتوج الثالث اللي هو عبارة عن ميكروفون رائع جدا بمواصفاته وجميع الخصائص التي سنحتاجها كما تشاهدون، الميكروفون مع الأمور الأخرى التي نقوم بتركيبها مع الحامل الخاص به. وبالإضافة إلى المنتوج الثالث الذي هو عبارة عن كاميرا جو برو، هو عبارة عن إكسبلورر كاميرا، إكشن كاميرا تقوم بتصوير بجودة 4K مع يعني خصائص رائعة جدا. هنا كما تشاهدون كاميرا، وهنا أكسسوار، الأكسسوارات الخاصة بالكاميرا. إذا منتجات، أربعة منتجات رائعة جدا من موقع أو من يعني شركة بانغود، أشكرهم من هذا المنبر، وسأقوم إن شاء الله بمراجعتها لكم في اليوتيوب إن شاء الله. ويمكنكم طرح المنتج الذي تريدون أن أعمل له مراجعة في الأول، يعني اختاروا بين هذه المنتجات أول منتج الذي تودون القيام بمراجعته إن شاء الله. وأتمنى من صميم القلب أن تنال الحلقة إعجابكم. لا تنسوا دائما الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والضغط على لايك لصفحتنا على الفيسبوك fb.com/prismainfo، بالإضافة إلى لايك لصفحتنا على بالإضافة إلى زيارة مدونتنا عبر الرابط www.prisma.com. ألقاكم إن شاء الله في موعد أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.